بعد صدور حكم الاستئناف في قضية سليم، شنو هو تعقيبك عن القادر وشنو هو تقييمك للموضوع؟ بارك الله فيك على الاستضافة. والله التقييم مش نتكلم معناها بأمور موضوعية. احنا معناها كشعب تونسي بإذن الله ننادي باستقلالية القضاء، وننادي بإذن الله فبني باش يكون معناها القضاء فبني الله يلوج على الحقيقة وكذا. أنا أشوف اللي خاصة في الاستئناف، لا أتكلم عن الابتدائي، فهمني ولا لا، في الاستئناف اللي أنا اللوم عليه ما هي المعطيات الدقيقة والسليمة اللي هي تعطي براءة، فهمني ولا من 20 سنة تعطي براءة بدون أي موجبات، فهمني ولا ملموسة، ثم فهمني ولا تنزل بنص الحكم الابتدائي إلى النص على أي أسس، على أي باز عملتها؟ والله أنا أتساءل. السيد القاضي هذايا أنا نشوفه زعما الدوسي نتاع القضية فلاه ولا كذا، شاف عمل اجتهد شاف كذا، ماذا بيه ورينا شنو البراهين اللي شد عليهم فهمني ولا. وهما زوز المتهمين ضابط وعون عم عبد القادر هكا؟ اي ضابط وعون، اي الضابط هو اللي خرج براءة. الضابط هو اللي خرج براءة. ونزيد نزيدك حاجة أخرى، أنه الضابط اللي خرج براءة حسب الأوبينيون بوبليك، حسب الآراء نتاع الشعب سواء في قرقنا أو في أماكن أخرى، معناها تتداول أنه هو الفعل. والعلم لله أنا ما نمشي نتهم فيه راهو، يعني أنا فهمني لا ما نتهم حتى حد، خاطر التهمة بروح فهمني لا. به اللي انا مش مريح له، مش مرتاح له، لو هالسيد هذا اللي شد هذا هو بريء ولا خرج هو الفعل، ما يكون انا موقف ودي فلا في قبره. والاختبار الباليستي على عبد القادر اسكو ما ينجمش يقطع في المساله هذه؟ ما ينجمش يقطع كيف تقنيا، هو الاكسبرتيز باليستيك أي. نجم تحدد ان سلاح بالضبط ما قاوش الكرتوشه يا ودي، كيفاش السلاح ما قاوش الكرتوشة، الكرتوشة مش موجودة، فهمني ولا؟ وفي الشهود العيان وكل شيء يقولوا أنهم الزوز عندهم كل واحد شطايا، فهمني؟ والضربة هذه ما تكون إلا بشطايا، سان سيكونسيز، من متر، فهمني ولا؟ لكن على علم فما معلومات أنه الكرتوشة كي ضربت سليم الله يرحمه في تحت عينه، اي نعم، الى وقت اللي دخلت كان عندها تراجيكتوار عباره على شينيور في وسط، اي سبيرال، اي سبيرال. لكن هل هذا تقنيا معناها، هل هذا في الرصاص التقليدي يعني ممكن انه تدخل كرتوشه سبيرال؟ ما والله مانيش اهل اختصاص انا، اما سمعت الحكايه هذه كلموا بها، هي النيابه العموميه، النيابه العموميه في الاستئناف معناها بالدليل الواضح قالته وقالت راهو فهمني لا الزوز متهمين، معناها الزوز كسوا واحد فاعل واحد شريك، فهمني ولا؟ اما الزوز ضربوا هما بنفسهم، هما بنفسهم، هما بنفسهم في الحاله هذه وكذا ما يعرفوش من القتل، يعني الزوز ضربوا في اتجاه ودي، فهمني ولا؟ لكن كرتوش من اصابت فهمني ولا في الشهيد؟ حتى حد ما يعرف، ولا واحد يعرف الا الله سبحانه وتعالى عز وجل، فهمني ولا؟ فهمني ولا؟ انا نشوف حتى تو بايزون فهمني ولا للمحكمه العسكريه الابتدائيه بصفاقس أنا اجتهدت اجتهاد صعب، فهمني لا؟ يمكن يكون فيه اللبس شوية، يمكن خطأ كذا، لكن اجتهاد أنا قال أنا خويا ما نجمش فرق، وهو حتى ما قال لي أنا مثلا، فهمني؟ سواء تبنى قضية تبناها واحد بركة، فهمني ولا؟ حتى لو كان ما بيناتهم فهم ولا ما دبروش، ما فماش دليل قاطع أن القاتل فلان، فلان هل الملف هذا بتاع الشهداء معناها عبارة عليه فهمني لا ما نعرفش باش يودي، معناها كان اون ديغي لابيرانت، فهمني لا؟ ادخل منا واخرج من غاديك ما تعرفش منين تخرج، مسيس غير مسيس ما نعرفش شنو كذا، يا اخي شنو هي سهلة مهلة يا ودي، الشهداء راهو فهمني لا هم الوحيدين اللي عندهم الشرعية موجودة، فهمني لا؟ به احنا اعطينا دم اولادنا، يا اخي الملف هذا يخليه يتحل اون فوا بور تود، ماهوش معقول، راهو ماهوش معقول، راهو احنا قاعدين نصعبوا في الاشياء على رواحنا، خي البلاد هذه مش بلاد
معناها زايد وعمر، هي بلاد تونس كلها.